لم تدري بأنك محصور ورعاع الكوفة قد ظلك عهودا وثمارا وحبال الخائن منبتر باعوكم من ثمن بخس ممحوق والعقبى سقر. بعض الناس بلغه أن الحسين خرج، بعض الأمراء والوجهاء، فبدأوا يبعثون إلى عبيد الله بن زياد بعدما صار أميرا على الكوفة، بدأوا يبعثون إليه يعني كيف يتعامل مع هذه المشكلة. مثلا مروان بن الحكم كتب إلى ابن زياد: أما بعد، فإن الحسين بن علي قد توجه إليك، وهو الحسين بن فاطمة، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتالله ما أحد يسلمه الله أحب إلينا من الحسين، وإياك أن تهيج على نفسك ما لا يسده شيء ولا ينساه العامة ولا يدع ذكره، والسلام عليك. وكتب إليه عمرو بن سعيد بن العاص يقول له: أما بعد، فقد توجه إليك الحسين، وفي مثلها تعتق أو تعود عبدا، تسرق كما يسرق العبيد. وفي أثناء الطريق إلى الكوفة، لما بدأ يقترب أكثر، لقي الحسين رضي الله تعالى عنه الفرزدق الشاعر، وقد ذكرنا ذلك في اللقاء السابق. فسأله الحسين، قال: ها، إيش الأخبار يا فرزدق؟ ما الذي إلى الآن لم يصل إليه كتاب من مسلم بن عقيل، ولا يدري أن مسلم قد استشهد إلى الآن؟ فقال: ها يا فرزدق، ما الأخبار؟ فقال له الفرزدق: الناس يقومون معك لكن يخذلونك. قال: هذه طواميرهم معي، طوامير يعني الأوراق والكتب، توقيعاتهم، هؤلاء ناس يعني هم صادقون معي. فقال له الفرزدق: يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلوبهم معك وأنت أحب إليهم، لكن سيوفهم مع بني أمية. بني أمية عندهم أموال، جعلت الكتب تأتي إلى ابن زياد تحذره من مقتل الحسين. ابن زياد بدأ يتخذ الآن تدابير، شعر أن الحسين قريب، بدأ يتخذ تدابير. بعث الحسين ابن تميم الطهوي وهو صاحب شرطته، جعله نازلا في القادسية، وقام بتنظيم الخيل، منع الدخول إلى الكوفة والخروج منها، عمل حصارا أمنيا مباشرة عند جميع الجسور، عند جميع المنافذ، ممنوع أحد يخرج من الكوفة أو يدخل إليها. وصار الحسين هذا ابن تميم فعلا يعني حرسا تاما لأجل ابن زياد. رجل اسمه قيس بن مسهر الصيداوي، والحسين في الطريق طبعا، قيس بن مسهر هذا خرج برسالة إلى الحسين لأجل أن يخبره: يا حسين، لا تدخل، لا تكمل طريقك، خلاص الموت أمامك الآن. فقبض عليه الحسين بن تميم وبعثه إلى ابن زياد مباشرة، قتله. الحسين يقترب من الكوفة، ما يدري الآن إيش اللي حصل، فبعث رجلا من عنده إلى مسلم بن عقيل. الحسين نفسه بعث رجل قال: بالله اسبقنا إلى الكوفة، نحن معنا نساء ومعنا أطفال وعدد كبير، الآن أنت واحد اسبق بسرعة إلى الكوفة، انظر لي إيش اللي حصل مع مسلم بن عقيل، إيش القصة. فوقع هذا الرجل أيضا في يد الحسين بن تميم رئيس الشرطة، وبعثه إلى ابن زياد وقتله. فبقي الحسين رضي الله تعالى عنه ما يدري إيش اللي حصل إلى الآن، ولم يبلغه شيء. لما اقترب أكثر وأكثر، بدأ يعني يشاهد الأعراب والناس الذين في البوادي حول الكوفة، وبلغه أن مسلم بن عقيل قد قتل، وهان بن عروة قد قتل، وأنت الآن معك أهلك، معك 60 من الأشياخ ومجموعة من الأطفال والنساء. التفت الحسين رضي الله تعالى عنه إلى أهله، إلى الذين معه، قال لهم يعني: من أحب أن ينصرف فلينصرف. فجعل بعض الناس ينظرون إليه يعني كيف ننصرف عنك؟ وقال له بعض من، طبعا في ناس انصرفوا عنه، في ناس انصرفوا، وبعض من ثبت معه، قالوا: ننشدك الله، إلا ما رجعت من مكانك، فإنه ليس لك بالكوفة ناصر ولا شيعة، خلاص لا تواصل إلى الكوفة الآن، خلاص ارجع، نتخوف أن يكون عليك أهل الكوفة. فلما كاد أن يرجع، وثب بنو عقيل إخوة مسلم وقالوا: والله لا نبرح حتى نأخذ ثأرنا أو نذوق ما ذاق أخونا مسلم. الحسين الآن يريد يرجع، وإخوان مسلم يقولون: لا، ترجع بعدما قتل أخانا، لا والله إلا نريد أن نذهب ونأخذ بثأره. في هذه الأثناء خرج الحر بن يزيد التميمي معه طلائع جيش الكوفة الذين أرسلهم ابن زياد الخبيث، معه 1000 رجل، أقبل والتقى بالحسين طبعا وهو مقبل.
الحسين بن علي جالس مع أصحابه، فإذا برجل يقول الله أكبر الله أكبر. قال الحسين الله أكبر، على ماذا كبرت؟ قال رأيت النخيل. قال بعض أصحابه والله البلد ما فيها نخيل إلى الآن، هذا مكان ليس نخيلا، إنما هي رؤوس الخيل والرحال التي على الخيل، يعني رؤوس الرجال الذين يركبون الخيل. ففعلا صارت هذه طلائع الجيش الذي أقبل 1000 رجل. جاء الحر ابن يزيد هذا إلى الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، طلب يعني تكلم معه كلاما يسيرا، وقال له الحر أنا مأمور أن ألازمك حتى تأتي الكوفة. فقال الحسين أهل الكوفة معي. قال ما معك أحد؟ قال طيب هذه التواقيع وهذه الكتب تطلب مني أن أتي إليه. قال والله ما معك أحد، لكن تعال معي يعني إلى الكوفة. قال لا، لن أذهب معك إلى الكوفة، إلى بن زياد لا يمكن أن أذهب إلى بن زياد. وفعلا يعني قال له الحر بن يزيد طيب اذهب إلى مكان متياسر عن الكوفة، لا تدخل الكوفة لكن ابتعد عن الكوفة أكثر. ففعلا أخذ الحسين رضي الله تعالى عنه مكانا يحاول أن يبعد عن الكوفة، فإذا بجيش آخر 4000 رجل يرأسهم عمر بن سعد بن أبي وقاص، كان قد خرج إلى الديلم لقتالهم، فأرسل إليه بن زياد قال اذهب وقاتل الحسين، إذا أنهيت الوضع اذهب بعد ذلك إلى الديلم. أقبل عمر بن سعد 4000، والآن في 1000 أيضا مع الحر بن يزيد. فلما أقبلوا جاء إليه وقابل، طبعا الحر بن يزيد كان أتى إلى الحسين لأجل قتاله لكن لم يقاتل، وصار يصلي وراء الحسين رضي الله تعالى عنه. وصل عمر بن سعد بن أبي وقاص، لما وصل جاء إلى الحسين وأحاطت الخيل في منطقة كربلاء، أحاطت بالحسين رضي الله تعالى عنه في منطقة يقال لها الطف. بدأ الحسين بن علي رضي الله عنه يتفاوض مع عمر بن سعد، أنا ما أتيت الكوفة إلا بطلب من أهلها، هذه الأوراق هذه الكتب معي، وهذه كتب وهذه يعني خرج مليئة بأوراقهم وكتبهم إلي. فلم يقبل منه، لكنه يعني قال يا حسين أنا الأمر ليس بيدي لكن أكتب إلى ابن زياد. فكتب إلى ابن زياد بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فإني حيث نزلت بالحسين بعثت إليه رسولي فسألته عما أقدمه وماذا يطلب، فقال كتب إلي أهل هذه البلاد وأتتني رسلهم فسألوني القدوم فقدمت عليهم، فأما إذ كرهوني فبدا لهم غير ما أتتني به رسلهم فأنا منصرف عنهم، خلاص يعني أرجع ما في مشكلة أرجع إلى مكاني. فلما قرأها ابن زياد قال الآن إذ علقت مخالبنا به يرجو النجاة ولا تحين مناصي. ثم كتب ابن زياد لعمر بن سعد بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فقد بلغني كتابك وفهمت ما ذكرته، فأعرض على الحسين أن يبايع ليزيد بن معاوية وجميع أصحابه. أول شيء يبايع ليزيد بن معاوية الذي رفض أن يبايع له، ويبايع لجميع أصحابه، يبايع لي ولغيري، فإذا فعل ذلك رأينا رأينا. إذا بايع ليزيد وبايع لبقية نفكر في الموضوع بعدين. فجاء عمر بن سعد وقال يا حسين يعني هذا العرض هذا الجواب من ابن زياد. وكان عمر بن سعد يعلم أن الحسين بطل لن ينزل يعني لحكم هذا الخبيث، أرى رأيي فيك. فقال الحسين طيب أنا عندي 3 عروض، أولا إما تتركوني أرجع من حيث أتيت، أنا جئت من مكة والمدينة أرجع خلاص أرجع إلى مكاني اعتبروا ما حصل شيء، أو تتركوني أذهب إلى الشام وأضع يدي في يد يزيد وأتفاهم مع يزيد، أنا ما بيني وبين الخبيث هذا بن زياد علاقة وليس له ملك علي، أنا الخليفة تقولون يزيد أذهب إلى الخليفة الذي تقولون وأتفاهم معه، إما أن أرجع بمن معي وإما أن أذهب إلى الشام، إذا الأول ما وافقتم عليه والثاني ما وافقتم عليه خذوا الثالث أن ألحق بثغر من ثغور المسلمين، أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين إلى حدود البلاد الإسلامية وأرابط في سبيل الله وأجلس هناك أعلم الناس وأفتيهم وأرابط جهادا في سبيل الله. فأرسل عمر بن سعد هذا الكلام إلى بن زياد، يعني هذه عروض جيدة. فكاد ابن زياد أن يوافق لكن خبيثا اسمه شمر بن ذي الجوشن، شمر بن ذي الجوشن قام وقال يا ابن زياد لا والله حتى ينزل إلى أمرك أنت وأنت الذي تحكم فيه، ثم بعد ذلك يذهب إلى يزيد أو يذهب إلى غيره. ففعلا أطاع ابن زياد كلام شمر بن ذي الجوشن وأرسل
أنه لابد أن ينزل على حكمي أنا. طبعا الحسين لو انطبقت السماء على الأرض لن ينزل على حكم هذا الخبيث عبيد الله بن زياد. عندها وصلت المعركة الفاصلة المؤلمة التي قتل فيها الحسين بن علي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي سفك فيها دم من أطهر الدماء. في صباح يوم الجمعة من عام 61 كان الحسين رضي الله تعالى عنه معه 32 فارسا على فرسان و40 راجلا فقط، وقابله 5000. طبعا الحر بن يزيد الذي جاء بالألف صار في صف الحسين رضي الله تعالى عنه، جاء بنفسه إلى الحسين. طبعا الحسين معه زوجة، معه نساء وأطفال، فوضعهم خلفه في الخيام وأحضر خشبا وقصبا وأشعلها خلف الخيام حتى ما يأتي أحد يباغته من الخلف، لأنه أمام 5000 وبين يديه فقط يعني هذا العدد القليل، 32 فارسا و40 راجلا، وأولئك 5000. وفعلا نظم ما استطاع، وأولئك أيضا نظموا ما استطاعوا، وابتدأ القتال. ولك أن تتخيل نساء آل البيت وأطفالهم ورجالهم وهم يقاتلون، والنساء والصبيان ينظرون إليهم. لك أن تتخيل هذا العدد القليل وهم من أطهر من مشى على وجه الأرض، وهم أطهر أهل الأرض في وقتهم يومئذ، فيهم الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وزوجاته وبناته وأخواته وأبناؤه وآل بيته الأطهار، وهم يتقاتلون مع 5000. ابتدأ القتال فعلا واشتد الأمر، وأخذ أصحاب الحسين رضي الله عنهم يقاتلون قتال المستميت، وبدأوا يتساقطون يمينا ويسارا وهو يقاتل بطل. وكان كل من أقبل عليه ورفع السيف رآه الحسين فينزوي عنه، فكان يقتل ولا يقتل، كل من رآه ما يريد أن يبوء بإثم قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أقبل الخبيث شمر بن ذي الجوشن وخشي أن تنفلت الأمور، فصاحب الجند قال اقتلوه اقتلوه، حتى أقبلوا عليه وضربوه رضي الله تعالى عنه، واجتمعوا عليه حتى قتلوه. ريحانة المصطفى، 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 ريحانة المصطفى. وقتل من أصحاب الحسين 72 رجلا، والصبيان ينظرون والنساء وشاهدنا، وما رحم أولئك بكاء الصبي ولا أنين النساء ولا العورات التي قد سترها الحسين رضي الله تعالى عنه بهذه الخيام. وقتل من جيش عمر بن سعد بن أبي وقاص 88 رجلا. طبعا عمر بن سعد حاول أن يتجنب القتال، لكن عبيد الله بن زياد هدده بأمور أن ينزعه من الولاية، هدده بالقتل إلى آخر ذلك، فوافق على هذا. قتل مع الحسين 18 رجلا من آل البيت، منهم من أولاد من أولاد علي الحسين نفسه، وجعفر والعباس وأبو بكر ابن علي رضي الله عنه وغيرهم. أيضا من أولاد الحسين قتل علي الأكبر، وقتل غيره، قتل من أبناء الحسن عبد الله والقاسم وأبو بكر ابن الحسن ابن علي، قتل من أولاد عقيل أيضا رجال، قتل رجال أشداء قاتلوا، لكن 5000 أمام هالعدد اليسير قتلوا واستشهدوا ومضوا إلى ربهم عز وجل.